يلجأ العديد من الناس إلى استخدام سماعات الأذن بشكل كبير في حياتهم اليومية. شركة أبل قامت ببيع قرابة 100 مليون سماعة إيربودز خلال عام 2020، وأطباء أوصوا بتقليل استخدامها لما فيها من أضرار كبيرة، والتي من الممكن أن تتسبب في مشاكل وتأثيرات على شمع الأذن، إضافة إلى أمراض أخرى كالالتهابات أو العدوى البكتيرية. انضم معنا عبر الهاتف استشاري الأنف والأذن والحنجرة البروفيسور الدكتور خالد طيبة. أهلا بك دكتور خالد، مساء الخير. إذن كيف نستطيع القول بأن استخدامنا لهذه السماعات سيكون آمن؟ أهلا أهلا، السلام عليكم. شكرا شكرا لكم أنكم حقيقة برنامجكم لتثقيف المواطن. أهلا بك في نشرة النهاردة. السماعات اللي تقصد فيها البلوتوث اللي هي تتحط في الإذن عشان الإنسان يسمع فيها جوال، يسمع فيها من أجهزة نقل الموسيقى، سواء بالبلوتوث أو بالسلك الموجود ممتد للجهاز الموصل فيه. هذا هو محورنا، هل هذا صحيح؟ جميل. السماعات اللاسلكية، أنه بعض الدراسات أشارت دكتور أنه فيها إشكالية أو تسبب بعض المشكلات لدى في الأذن، كيف نستطيع أن يعني أن نمنع أنفسنا من الوصول إلى هذه الإشكاليات أثناء استخدامنا لهذه السماعات اللاسلكية؟ عدم الاستخدام رقم واحد بكثرة ولوقت طويل وتخفيض الصوت هي طبعا أفضل من وضع الجهاز الجوال على الإذن مباشرة. الإذن مباشرة تطلع عندك من الجوال موجات كهرومغناطيسية بطاقة عالية، عندما تضع الجهاز الجوال على الإذن مباشرة تصبح هنا في مشكلة مرة كبيرة. على مدى بعيد ممكن المريض يجيله طنين في إذنه، ممكن يصيروا الموجات هذه تسبب له صداع، وإلى الآن الأبحاث كلها بتتجه إنه يشوفوا هل لها أثر على خلايا المخ أو لا كموجات. إذن دكتور، السماعات سواء سلكية ولا سلكية هي أهون من وضع الجوال على الأذن؟ بالضبط، هو هذا اللي أنا بقوله أوصله. استخدام الجوال مباشرة على الإذن بتطلع منه كهرومغناطيسية تأتي من البرج مباشرة إلى الأذن، والأذن هي قناة الإذن هي الجهة الوحيدة الغير محمية التي لا تحمي المخ. الموجات تخش من القناة للطبلة للإذن الداخلية للمخ، بينما الرأس كله محاط بعظام. فالجهة الوحيدة اللي مثقوبة في المخ بصنع الله وخلق الله إنه هي عشان أنت توصل لك الصوت، فبالتالي هذه النقطة ضعيفة عندنا. فأنا أجي أحط الكهرومغناطيسية الجوال على طول على الإذن، هذه مرة خطيرة. نعم، واضح. ذلك واضح جدا الصورة. طيب دكتور، إذا كان هناك لك إضافة، لكن في باختصار شديد لضيق الوقت دكتور، بعد إذنك. عفوا. ليت باختصار شديد لضيق الوقت دكتور. باختصار شديد أفضل شيء تستخدم الجهاز اللي هو على طول من داخل التليفون بسلك التليفون اللي هي الطريقة القديمة، أو تستخدم المكبر الصوت للجوال خليه بعيد عنك عشان كهرومغناطيسية تروح للجوال ما تجيك انت. بعدين النقطة اللي بعد كده انك انت ممكن تستخدم البلوتوث او التليفون الموصول بالسلك في السماعة في الاذن، وتكون هذه بعيدة عنك. في نعم موجات ولكنها جدا ضعيفة، والافضل عدم استخدامها لمدة طويلة، وتخفيض الصوت في نفس داخل البلوتوث بحيث ما تكون الصوت جدا عالي. جميل، أنا أشكرك استشاري الأنف والأذن والحنجرة البروفيسور الدكتور خالد طيبة، شكرا جزيلا لك.